لو حد عنده مشكله في اغنيه البرايم مش معناته ان انا خدت اغنيتي خلاص هقعد احفظها. ممكن يكون اللي جنبي ده محتاج مساعده او انا عارف الاغنيه بتاعته فممكن اوريها له اقعد معاه. فاهمه؟ يا ريت يكون في تعامل اكتر من كده يا جماعه. بجد حاجه مخنقه. احنا في غربه وعايشين هنا مفيش اي تعامل ما بيننا غير في الاكل الغدا، ونادرا كمان مش حتى في ناس ما تبقاش موجوده على الاكل. انتوا فاهماني؟ نعم. ازاي ابقى قاعد نايم جنب مثلا نصيف وجنب كذا كذا ومش بقعد معاهم طول النهار بقى انا بننام في نفس الاوضه؟ يا ريت نظبط شويه حاجات مع بعض. يا ريت. والحصان ده يا الحصان ده مش لاقي اغنيه لغايه دلوقتي. ظبطت؟ هنسمعها ونقول لك اذا ظبطت ولا لا. لكن شو شو بدنا نعمل؟ انت ساعة قول لي الاسهل بقى. ضميري رح يقلبني يا نصيف. دمعت. ليه؟ دمع ايوه. عشان اتكلمت عن ان احنا بعيد عن لا لا ماشي. تعرف هيك جاب سيرة غربة ام انا في تعبير بهرب منه. يأثروا فيك. يعني مثل انا مثلا بكره هلا مثلا وين مسافر هلا مثلا بكره رح افرض بكي. عشان حالي جوا رح ابكي عندهم، انا ما بدي ابكي قدامهم. وبقول لك حاجة لو اصلا اقول لك حاجة لو بكره هي الحاجة دي فعلا أثرت فيكي. أنا مش عارف هي سلاح ذو حدين. لو أنت عيطتي ده يبقى صدق صدق. غير ان انت على الستيج بتغني اغنيه دي حاجه ودي حاجه. هم قالوا لك غني اغنيه انت فعلا حاساها وحاجه دي. انا من رايي لو تغنيها قدامي وبكيتي ده صدق. اكيد انت حاسه كل كلمه بتتقال. بس ان شاء الله خير. يلا شو ما صار بكره الحمد لله. بكره ان شاء الله هننظم كل حاجه. شو البشر تبعك؟ لسه عم نكتشف دلوقتي الاغنية. احنا لساتنا نكتشف. يلا اكتشفوا. طب بس مشهد يعني شو اخبار سلطان؟ ما في شيء. ما قلت له اخذوه متاخر يعني في تحاليل لازم يعملوها له اليوم بالليل حتى الصبح يجي بكير ويكفي. بس سؤال امتى اكتشف؟ امتى اكتشف؟ تعال قام طلع امتى امتى؟ يقول في الم في راسه. يا بتخلص لو متكلم مش عارف اغلى شيء. ومع ذلك برضه معاه اقول حاجه مثلا سي سلطان تمام هو دلوقتي في المستشفى انا برضه مش شايف الايه الدنيا المفروض الدنيا تتقلب المفروض انت فاهم؟ ان شاء الله خير الدنيا تتقلب عموما ان في شخص من لا كفوا العشاء كفوا العشاء هو ان شاء الله كان العشاء اليوم اهم شيء عندنا ايفال وسلطان تعبان نحن ضلينا عم نعمل العشاء شفتم يحتفلون بالظبط انا بتكلم في مكان سلطان عندنا ايفال صعب ما حد شو خبزي علق بيقولوا انه نحن ما بدنا نعمل شو ما بدنا انه نشارك سعاده بس انه مش دائما هذا الشيء مخينا بس بقول لكم شغله هم مسوين ذي الشغله عشان شيء معين عرفت شلون؟ فهمتوني كلكم عشان شيء معين وسووا اللي يبونه فهمت الموضوع عشان ما ابغى اوضح اكثر ممكن فهمتوا من النقطه هذه يبونهم شيء معين وسووا والدليل شو؟ سلطان راح انا دلوقتي في المستشفى عرفت شو؟ مش فاهمه والله جد انا من الاول قاعد هي رحمه صارت لي انه انت طب ليه ما قلت انا بس هات مراد لا انا ونصيف اساسا ما كنا يعني انا ونصيف عم نتخلى كانوا متضايقين مننا هن انه ليه زينا ونصيف طب ليش ما بدكم؟ طب يا اختي ما بدنا بس انه في سبب مش لانه نحن نبدين وما بدنا بس نحن عن جد اليوم كلنا اوت اوف مود وفي طاقه سالبه فينا كلياتنا وخايفين من الايفال وما لحقنا نخبيه ورغم انه اخذنا من الدميحة بس عن جد ما لحقنا هي اول مره بنفوت من قبل مشهد تمثيلي هيك وفعلا مطلوب مننا مشهد تمثيلي شو بدهم يعملوا ما فهمت انا صراحه ما فهمت صراحه انا اقدر اوضح اكثر جد لانه ما احب الناس عم تتكلم عني هلا ما مهم هذا المهم هلا بدنا نطمع سلطان ما كيف بدنا نطمن عليه بس انا بقول لك ممكن تتاجل وبالعكس لو تاجلت ومعنا سلطان بتكون احلى جد يعني همهم الكبير انها تكمل الحفلة دلوقتي. والله همهم الكبير انها تكمل الحفلة ايه مو همهم الشخص اللي راح يعني نعرف ليه؟ عشان احنا اصلا مش بنقعد مع بعض صحيح. في ناس كتير ما تعرفش حاجة عن الناس التانية دي صحيح. ولا هتفرق معاها انا تعرف معاك انت من 3 ايام ما بحكي له يا ده
لا انا ما عم بحكي بصراحه لانه البنات احنا غير الشباب، البنات بيفهموه من ناحيه ثانيه. عرفت انا كنت قاعد انا ورمضان عم بقول له بصراحه ما عم بقول له في بنات هيك في لحظات مر على الواحد بيحس بضعف فظيع. عم بقول له انه انا مشتاق لرفقات، مشتاق اني مثلا اضحك يعرفوا ليش عم بضحك، اغمزوا يفهم علي. انا دمع عيوني لما حكيت مع رفيقتي اول مره انه حاب قلت له يعني في لحظه ضحك حد يشدك حد يعمل لك سبورت. قلت له انا لهلا في عالم ماني صراحه ما بعرف اسم عيلته، ما بعرف في عالم ما بعرف شو كانت تعمل قبل ما تجي لهون، شو بتدرس شو بتساوي. الكلمه دي قلتها، قلت يا جماعه كلنا نتجمع في الليفينج وكل واحد يتكلم عن نفسه. بس نحن المشكله انه انا جاي ما بدي ليس واصلي. انت فاهم؟ ايه؟ انا بصراحة إيه؟ بصراحة انا بقول لك رأيي بصراحة ما بقدرش اتعامل مع البنات بصراحة. بلا حد ما كلها طارة بعرف ما حدناها بشي ما اقدرش اتعامل مع البنات. انا من زمان من وانا صغيرة ما اقدرش اتعامل معها. انا برتاح مع الشباب اكتر والله العظيم. بنات في اللي بتكلم معها كلام محدود، بس زينة بتكلم معها مرات كلام محدود كده عشان بنات كده بنخش في بعض بسرعه بسرعه، احنا سريعين بغضب. بس الشاب ما ينفعش. نحن يعني صار في جروبات بالشباب ما عندنا ولا مشكله مع بعض. تخيل ما في ولا شاب عنده مشكله مع الثاني، لانه اصلا نحن يمكن نفسياتنا اذا بتلاحظي بتطلعيها على بعض تلاقينا كلنا النفسيات نفسيات الرضا، كلنا بنرضى انه نحن ما عندنا منطقه مع بعض. بس في جروبات يعني انا مثلا انا مع باسل ورمضان منيح، تريست الخليج لحالهم فرضا، اللبنانيه والمصري مثلا شكري لحاله. نص اسمه نص اسمه لا عم لك محمد مغربي مع هيثم ومهدي ومهدي شوي ما بتلاقينا كلنا مع بعض. بس ما هذا اجباري حتى احنا بنعيش كل ما احنا